طب احنا دلوقتي معانا الدكتور هاني الناظر، برضو نسلم عليه. يا دكتور اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، مساء الخير. مساء النور. منا جات لك النهارده العياده؟ كانت معايا وشرفتني الحقيقه. ايه رايك فيها؟ قول لنا. ما شاء الله، يعني بنت ممتازه خلقا، وبعدين عندها، انت عارف حضرتك، عندها عزيمه. يعني بصراحه انا قاعد بتكلم معاها حسيت انا بتكلم مع واحده عندها 18 20 سنه. ايوه، يعني تحس انها حد ناضج فكريا، وطريقه كلامها مرتبه، وعندها هدف وعندها حلم. ما شاء الله. فبنت ممتازه الحقيقه. وانا قلت لها يعني انا سعيد، يشرفني بنتي ان انت تعتبري ان انا نموذج ليكي، دي حاجه تفرح. حلوه قوي، حلوه. وبعدين قالت لي انا عايزه ابقى دكتوره امراض جلديه، قلت لها خلاص، خدتها الاوضه اللي جنب اوضتي، قلت لها دي بقى اوضتك، هكتب عليها دكتوره منى. ما شاء الله، الحمد لله. ما هو طبعا الواحد لما بيشوف النماذج زي دي بيتبسط وبيبقى فخور حقيقي، يعني الحمد لله. لا يستاهل كل تشجيع الحقيقه، بنت كويسه جدا. طيب. والحمد لله السيد الرئيس اهتم بالموضوع بتاعها، وده بالنسبه لها مكسب كتير الحقيقه. طبعا طبعا طبعا، يعني على الاقل امنت نفسها لحد الجامعه، ودي اهم حاجه. دكتور هاني ناظر، استشاري جلديه، بشكرك جدا. منى انت لسه معانا؟ مع حضرتك. منى، انا والله يا منى انا فخوره بيكي جدا، وفرحانه بيكي جدا، وعايزه اقول لك حاجه، انه ساعات الـ 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 الحاجه اللي ما بتكسرش بتقوي جامد، وشكل ده اللي حصل معاكي، ان انت عديتي بظروف معينه ما كانتش كويسه، بس الظروف دي قوتك، ما خلتكيش بني ادمه ضعيفه، بالعكس خليتك بني ادمه قويه وعندك هدف. ركزي على هدفك يا منى وحققيه يا روح قلبي. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لكلام حضرتك. مبروك مبروك، وفرحانين بيكي وبنحبك. الله يبارك في حضرتك. طالبه منى طلاع عماد، الاولى على المرحله الاعداديه في كفر الشيخ.